ونطمن على فريق كرة اليد من خلال الكابتن محمد إبراهيم مدرب فريق اليد والمساعد الأول للمدير الفني الأسباني ديفيد ديفيز. يطمننا على البعثة والاستعدادات الأخيرة للمباريات القادمة من الكونغو برازافيل. خليني أرحب بالكابتن محمد إبراهيم على شاشة قناة النادي الأهلي. يا كابتن محمد أهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا كابتن، اخبارك انت ايه والفرقه عامله ايه؟ طمنا وطمنا على التمرين وطمني على المعنويات والاجواء وكل هذه الامور. لا والله كله تمام الحمد لله. احنا وصلنا امبارح مرنا تمرين خفيفه كده عشان نطلع التعب بتاع السفر، ايوه والنهارده كان عندنا تمرينه في الصاله بتاعت المباريات ان شاء الله، والحمد لله كله تمام والدنيا ماشيه كويس. كابتن، مجموعه ما اعرفش حضرتك قول لي، صعبه سهله؟ ايه الماتشات اللي شايف انها قد تكون صعبه في هذه المجموعه يعني؟ والله احنا لحد دلوقتي مستنيين، هو كابتن هاني وكابتن ابو زيد مدير الفريق واداري الفريق دلوقتي في التكنيكال ميتنج او الاجتماع الفني بتاع البطوله، ومفروض ان شاء الله هم يرجعوا هنعرف بقى المجموعه بتاعتنا فيها مين، هنلعب بكره الساعه كام، كل التفاصيل دي ان شاء الله. يعني طموحنا ايه في هذه البطوله يا كابتن؟ اللي هو العادي بتاع النادي الاهلي يا كابتن اسلام، ما يعني انا عايز اسمعها اكيد منك. اي بطوله الاهلي بيخشها اكيد حضرتك تبقى عارف ان هو ما بيبصش غير على البطوله، واي حاجه تانية بتحصل فيها بيبقى مش ده المطلوب يعني. الاوتيل اخباره فان شاء ايه؟ الله الدنيا عامله ايه؟ الجو عامل ايه عندك؟ انا يعني بحب اعرف الاجواء الافريقيه خصوصا الكونغو برازافيل، اعتقد انها من البلاد الصعبه شويه يعني. والله احنا كنا رايحين يعني المفروض ان عاملين حسابنا ان الدنيا مش هتبقى احسن حاجه يعني، طبعا كالعاده اكيد حضرتك عارف لا انا اقصد ايه، لكن يعني واخدين اكلنا معانا وادويتنا يلا ومعظم بينا بقى. يعني الحاجات اللي هي الاستخدامات اليوميه يعني، اه لكن الحمد لله رحنا لقينا الفندق مقبول، مش هقدر اقول ان هو يعني 5 ستارز ولا ضروري انه حاجه ما تقدرش تعيش فيها، لكن الحمد لله مقبوله يعني بالنسبه للاجواء الافريقيه، فده يعني مور ذان انف يعني حاجه لطيفه جدا يعني بالنسبه لافريقيا. الاكل بنتعامل بجزء من اللي موجود في الاوتيل وجزء بنكمله معانا يعني، لكن في المجمل يعني الموضوع كويس جدا واحسن ما كنا متوقعين بكتير كمان. كابتن محمد، انا لما كنت بسافر كنت ببقى قاعد في ساعات في اوض وبلاقي حيوانات بره قدامي في الجنينه، بيحصل كده؟ والله ولا واضح الحمد ان لله الوضع يعني اتغير؟ حصلت معانا كتير، وعشان كده زي ما بقول لحضرتك كنا متوقعين ده، لكن المره دي فعلا يعني الموضوع خالف توقعاتنا، والحمد لله لحد دلوقتي الامور لطيفه، لكن هي برضو ممكن يحصل حبه دربكه لما بقيه الفرق توصل، لان غالبا ال10 فرق قاعدين في نفس الاوتيل، فبرضو في اوتيل برضو واحد، لحد دلوقتي لسه نعم في اوتيل واحد كل الفرق. في اوتيل واحد. فحضرتك يعني برضو اداره 10 فرق في ممكن امكانيات ضعيفه ممكن تعمل مشاكل، فبقول لحضرتك لحد دلوقتي، لكن طبعا ما اعرفش في اثناء البطوله، وحضرتك بتخيل مثلا ان في 10 فرق نازلين كلهم بيفطروا في ميعاد واحد طبعا او انتقالات او فكل ده لسه ما ظهرش، لكن لحد دلوقتي اقدر اقول الحمد لله الامور طيبه يعني وافضل ما كنا متوقعين بكتير الحمد لله. التمرينة الأولى كانت في الفريق عامل إزاي؟ ديفيد ديفيز ويعني وجوده في إفريقيا، أعتقد دي أول مرة يسافر إفريقيا. يعتبر يعني سافر قبل كده تونس وكده، لكن افريقيا السمراء يعني زي ما بيقولوا لا اول مره انطباعه إيه يا يسافرها. كابتن محمد؟ نعم؟ انطباعه إيه؟ لا بالعكس والله، هقول لحضرتك حاجه، احنا اتفضل. يعني ميزه ديفيد ان هو انسان بسيط جدا وانسان متواضع وبيأقلم نفسه على اي وضع بسرعه، ودي ميزه فيه وده اللي مخليه الحمد لله ناجح يعني. بالاضافه ان هو برضه ما تنساش ان هو اصوله افريقيه، طبعا فبرضه دي برضه عامل من العوامل اللي مخليها متأقلم وفاهم الأجواء في أفريقيا عاملة إزاي وعارف الناس هنا عايشة إزاي يعني. كابتن محمد، في وسط هذه الفرق 9 فرق غير النادي الأهلي، شايف إن الفرق الأصعب بغض النظر عن المجموعة بقى وعن أي حاجة، الفرق الأصعب اللي هيقابلها النادي الأهلي من وجهة نظر كابتن محمد؟ والله دايما هي اللي بحب دايما اقول الكلمه دي، كنت بقولها وانا لعيب وبقولها دايما وانا مدرب يعني حاليا، ان دايما انا ما بفكرش في الفرقه اللي هلاعبها قد ما بفكر في نفسي. اوكي ان انا اهم حاجه انا اركز مع نفسي يعني، انا انزل اعمل المطلوب مني واللي اتمرنا عليه واللي اتفقنا عليه 100%، وبعد كده اللي يحصل يحصل، انا بلعب مين مش فارقه معايا، سواء كنت بلعب برشلونه او بلعب حتى فرقه مش عارف
درجة تانية، حتى مع احترامي طبعا الفرقة درجة تانية، لكن في الأول وفي الآخر أنت تبص لأدائك اوكي ولسلوكك بره الملعب وجوه الملعب، وإن أنت كل مرة تبذل أقصى جهد عندك وتطلع أقصى ما عندك، وفي الآخر النتيجة دي سواء مع فريق قوي أو مع فريق ضعيف دي في الأول وفي الآخر بتاعت ربنا يعني. طب كابتن محمد، اهم ما يميز فريق النادي الاهلي من بدايه وجودكم وبدايه وجود ديفيد ديفيز حتى الان، السنه دي ايه الاضافات الجديده اللي تم اضافتها من وجهه نظرك؟ اهم ما يميز فريق النادي الاهلي اللي كل جمهور النادي الاهلي بيتفرج عليكم دلوقتي. والله اقول لحضرتك يعني انا دايما برضو بنتكلم احنا في الموضوع ده ان احنا فريق منضبط، ان احنا عندنا انضباط سواء بره الملعب او جوه الملعب، كل واحد عارف دوره سواء في الجهاز او في اللعيبه، ما حدش بيتعدى دوره وبينفذه على اكمل وجه، واللي ما بينفذوش على اكمل وجه سواء من الجهاز او من اللعيبه بيبقى في حساب، ودي ميزه اي مكان ناجح ان انت كل واحد يبقى عارف اللي ليه واللي عليه ومحدش بيتعدى دوره، فدي اكتر حاجه تميزنا، لان انت لما بتعمل حاجه زي كده بتبقى واضع سيستم معين الدنيا ماشيه عليه، فاول حاجه بيحصل تطور في الاداء، بيحصل تطور في السلوك، بيحصل تطور في كل حاجه، فاوريدي انت تبقى سابق اي حد بالمواضيع دي، يعني مش كل الموضوع الانضباط او الداخلي والخارجي الناس تفتكر ان هو كلام، لا هو مش كلام، هو تنفيذ وبياخد مجهود كبير جدا جدا جدا، فانا شايف ان الحمد لله دي حاجه مخلينا سابقين اي حد بالموضوع ده لحد دلوقتي يعني. وطبعا الجماعيه في اللعبه، ما بتكلمش على حاجه فنيه، انا بتكلم يعني عامه كبناء فريق، يعني ان هي دي اهم حاجه بتميزنا، لكن طبعا بقى في انضباط تكتيكي وفي دفاع وفي هجوم وفي حاجات تانيه بقى ممكن نتكلم عليها من هنا لبكره. كابتن محمد، برضو غياب او مش غياب ان عدد من الاسماء الكبيره في الفريق مشيوا نهايه هذا الموسم بقرار طبعا من ديفيد ديفيز، او بقرار منهم او بالاتفاق بينهم وبين بعض يعني، وكلها اسماء كان اسماء خبره واسماء كباتن النادي الاهلي زي اسلام. هل من الممكن ان يؤثر هذا الامر على فريق النادي الاهلي؟ طبعا زي ما حضرتك قلت يعني اسلام او خليل او حتى شهاب، ده هم ثلاثه كانوا ناس عملوا عليهم السنه اللي فاتت وظهروا بمستوى كويس جدا جدا جدا، لكن هي دي سنه الحياه، وكل فتره بقى لها متطلباتها صحيح وبقى لها الشكل اللي انت عايز تلعب بيه او الطريقه اللي عايز تلعب بيها او فطبعا دي في الاول وفي الاخر هي بتبقى وجهه نظر فنيه، لكن ده ما يقللش طبعا ايوه من قيمه اسلام او خليل، لان الاثنين كانوا يعتبروا كباتن الفرقه ومعاهم شهاب حتى كان من اللعيبه الواعده جدا، لكن ما حدش عارف بكره في ايه، كل شيء وارد يعني. بقية الفرقة أعتقد يعني الجو عامل إزاي عندك يا كابتن محمد الأول؟ والله الجو الجو شبه مصر، شبه مصر تحديدا يعني، بس الفرق بين مصر وهنا ان الرطوبه عاليه شويه، لكن الكونغو رطوبة عالية. لكن الحر حر شبه مصر، الجو بيجي على بالليل لطيف شويه، لكن برضه رطوبه يعني، هي بتبقى ارخم حاجه في الجو الرطوبه، لكن انت عارف احنا اصلا جونا جو حار، فما عندناش مشكله في الحر قد ما بتبقى عندنا مشكله في الرطوبه العاليه، الرطوبه العاليه فعلا بتضايقك في اللعب وبتضايقك، خصوصا احنا بنلعب بايدينا، فالعرق ساعات بيسبب لك مشكله في مسك زحلقة الكوره او الكورة صح. بالظبط، هي دي بس المشكله الوحيده، لكن الجو عادي مقبول يعني، او يعني احنا واخدين عليه لان هي اجواء شبه اجواء مصر. أول مباراة إمتى إن شاء الله يا كابتن؟ ولا النهاردة لسه ان هيبان شاء الله، بعد ال... آه لا لا ان شاء الله بكره غالبا يعني، ان شاء الله غالبا هتبقى بكره، هو احنا مستنيين كابتن هاني بس مدير الفريق يرجع من التكنيكال ميتنج ونحط المواعيد بتاع بكره ان شاء الله على اساس الميعاد الماتش يعني. يا رب نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن محمد، وسعيد جدا بوجودك معانا، ويعني متشكر جدا على طمأنة كل جمهور النادي الأهلي على فريق كرة اليد، ودايما وراكم ودايما في ظهركم، وإن شاء الله كل التوفيق، وتعودوا بهذه البطولة الأفريقية إن شاء الله لدولاب النادي الأهلي لما ترجعوا بالسلامة. شكرا جزيلا يا إن شاء كابتن الله، محمد. إن شاء الله.